ولا غير لكم مشاركة ثانية. مشاركة الدباب الناس انتظر. مشاركة الدباب وابوك طالع الكبري حق بريمان. طيب حسن. صفات حمدان. صالح حمدان طلع في الموقع تمام. طيب اجيب لك مشاركة ثانية يا شيخ. لا حق غير الدباب حق الدباب. عيد اي شيء في مشاركة. بعيد يا شيخ. أرجل. لا ما في. طيب يا اخوان بقول لكم موقف احد الاخوة معانا في العمل. والرجل كنا زمان نشارك في المسرح. طلعوا عندهم تدريب في ينبع. وكان مسرع الرجال. وكان عددهم 4 انفار. فوقفهم من الطرق ونزل عنده قال له هو انتبه انه هو مسلم قال له رخصه استماره قال له بقى قال له بكم قال له العسكري طلع الرخصه الاستماره وعطاه اياه قال له العسكري دحين يقول له ما في سرعه بعدين قال له خوينا هذا المهم اعطاه العسكري ذي قال له طيب شكرا ومشى الرجال طالع في المرايه طبعا خوينا ذا مو بكم لكن عدى على قول موقف من العسكري ولو جاء ماشي قال له شكرا يا حبيبي ومشي طالع ورا يلاقي العسكري ميت طبعا من الضحك الموقف جزاك الله خير.